ما اسمك؟ دعيني أولا أن أتوقف ما هو اسمك. هل اسمك شميل؟ من تحبين أكثر؟ إذا كان أبي يسألني فأنا أقول هذا أبي، إذا كانت أمي تسألني فسوف أقول هذه أمي. أنا فارغة. ما أمنيتك؟ أنا أتمنى لو أستطيع أن أبني حديقة كبيرة وأستطيع اللعب فيها. احكي لي قصة. القلم والمنحات. كان داخل المقلمة منحات صغيرة وقلم رصاص جميل. قالت المنحات: كيف حالك يا صديقي؟ أجاب القلم بعصبية: لست صديقك. اندهشت المنحات وقالت: لماذا؟ فرد القلم: لأنني أكرهك. أوقفي القصة. كبس الكرسي. غني لي أغنية. الخمسة الحواس. نحن الحواس الخمسات: شم وذوق ولمسات. انظروا هيا اسمعونا هيا. الخمسة نحن الحواس الخمسة. نحن الحواس.